كويس من دكتور الدكتور عامل ترانسليتر فيشا مبارك هي كان فروم سودان هي سافر تيومر ان ذا ليك سينس 2 ييرز انا هي كامينج تو انديا هيدرابات تو تي اكس هوسبيتال وي دو ذا سيرجري اني جوين تو ريموف ذا تيومر باي دكتور انكولوجيست اند بلاستيك سيرجري and right now the patient is well he's going to continue to talk by Arabic اتكلم بعربي يعني تعرف نفسي ولا كيف ايوه تكلم كويس انا اسمي مبارك ادريس حجر وانا جاي من السودان اجل علاج والحمد لله وصلت في حنت هنا فطبعا حصل جيت في مستشفى تي اكس فالحمد لله هسه عملت العملية كان يعني أنا كان خوفت فيه لكن الحمد لله يعني عملية ذاته ماشي كويس فطبعا ياهو ده ياهو البرنامج فالسودان ذاته أنا كان كرادة عملت فيه 2 عملية ما نجح عشان كده جيت هنا طبعا فالحمد لله. So when he was in Sudan, he did the 2 surgery in the same in the leg. So he going to remove the tumor, and again he do the second surgery also. The already the tumor is going, and again when he coming here, we have found the tumor, cancers, and by the doctors, he going to remove the tumor, and right now, this surgery before 5 days, and today is discharge. I hope that everything is going well. Thank you so much.